هذا وكيل أول لمحافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي عدد من مشاريع الصرف الصحي التي تنفذها المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بتعز والتي تنفذها منظمة كير. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير الذي عدته الزميل نعيم خالد. تفقد وكيل أول لمحافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي برفقة مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بتعز سمير عبد الواحد العديد من المشاريع البنية التحتية في الصرف الصحي بالمحافظة، ومنها قرب انتهاء مشروع الصرف الصحي الممتد من شارع الجامعة إلى جولة برباشا مرورا بجولة الصغر، والذي تنفذه المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بتعز وتموين من المجلس المحلي بتعز. وقد أشاد وكيل أول لمحافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي بنوعية الأعمال التي تنفذ بإشراف ومتابعة المؤسسة، وخصوصا الوقت القياسي الذي نفذ فيه المشروع الصرف الصحي الممتد من شارع الجامعة إلى جولة برباشا مرورا بجولة الصقر. نحن اليوم في هذا الصباح الجميل مع الأخ مدير عام فرع مؤسسة المياه والصرف الصحي قمنا بزيارة للمشاريع التي تنفذها مؤسسة المياه وبتمويل من السلطة المحلية في من جولة الصقر شارع الجامعة. هذا الشارع الذي اليوم يتم زفلتته وترميمه من قبل البنك الدولي، وكذلك أيضا قمنا بزيارة للمشروع الذي تشرف عليه المؤسسة والذي تنفذه منظمة كير، هذه المنظمة الرائدة، مشروع أيضا من المشاريع الكبيرة والهامة التي عملت حلول كبيرة للاختناق الذي كان موجود في منطقة جولة الصقر والذي سيمتد أيضا إلى جولة بيرباشا. ونحن لا يسعنا إلا نشكر مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي على الجهود الذي يقوم به وما تقوم به المؤسسة خاصة في مجال الصرف الصحي ومجال أيضا المياه التي ما تزال إلى اليوم شحيحة. وندعو من هذا المكان المنظمات والجهات الداعمة أن تقف جنبا إلى جنب مع مؤسسة المياه والصرف الصحي في إنقاذ تعز بما يخص توفير كميات إسعافية لمدينة تعز من المياه. العمل على إيجاد بنية تحتية قوية جزء من التنمية المستدامة في مدينة تعز. نعيم خالد، قناة عدن الفضائية تعز.